حاول نقرأ المشهد سياسيا مع معالي السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. معالي السفيرة، القمة المطروحة على جدول الأعمال، شايفة إزاي مسألة سعي إسرائيل، وهل مصر ممكن تلعب دور في المسألة دي ولا تترك الأمر؟ حضرتك بتتكلمي على الحصول على نعم يا فندم، ولا بتتكلمي على ايه؟ بتكلم على اسرائيل والمفاوضات اللي بتتم دلوقتي على خلفيه زياره نتنياهو الاخيره، ومساله ان هو حصل على موافقه مبدئيه من 4 من الدول الافريقيه. هو طبعا احنا اولا ضروري نقول انه اسرائيل كانت بتتمتع بالفعل بصفه مراقب قبل ذلك، حتى عام 2002 لما كانت في الصوت مش واضح، قبل تحولها للاتحاد الافريقي. ده مبدئيا، ما هيش حاجة جديدة، ولكن أنا أعتقد أنه مش هيكون سهل أنها تحصل على موافقة معظم الدول الأفريقية على انضمامها هذه المرة، لأن عدد كبير من الدول الأفريقية عندهم موقف مبدئي من القضية الفلسطينية. ألو. أيوة يا فندم، مع حضرتك. عندهم موقف مبدئي من القضية الفلسطينية، وبالتالي العملية مش هتكون سهلة، وحتى لو حصلت على وظائف مراقب فانا ارجو ان احنا ما نضخمش الموضوع، لان المراقب بيكتفى بحضوره في الجلسه الافتتاحيه والجلسه الختاميه اللي بيبقى فيها كلمات الترحيب وغيره من الكلمات، ولا يشارك في اي جلسه يتم فيها مناقشه موضوعات او اتخاذ قرارات، وليس له صوت، وبالتالي حتى ما يمكنه ان يقوم به من اتصالات ممكن ان هو يقوم بها على الهامش القمة من الخارج يعني.